التفتت الفتاة إلى المطبخ وأخذت صحن في يدها وذهبت إلى ثلاجة، فتحت الثلاجة أخذت ميوة، برتقال، موز، همبا، تفاح، عنب، كمثرى، فراولة، اكستروبري، كرز، مشمش، خوخ، أنواع الفاكهة، حطتها في الصحن. أخذت الصحن، غسلت الفاكهة، مدت يدها على السكين، ضعتها في الصحن، ذهبت إلى صالة المنزل. جلست الفتاة أمامها الصحن، تنظر تارة إلى التفاحة وتارة إلى البرتقال، مدت يدها نحو الصحن، هبشت البرتقال وضعتها على الطاولة، مدت يدها على السكين فضربت البرتقال ضربا من أقمص رأسها حتى أخمص رجليها ففلقتها نصفين كألام مناد، وفاكهتان وبرتقالان، فمدت يدها مرة ثانية وفلقتها في النص الثاني حتى أصبحت في أربعة فلوح. أولي مدت يدها على الفلحو وقامت تاكل. ولكن الفواكه لذيذة حين نأكلها. الحمد لله.